القنيطرة قرية منتنة المحررة. القنيطرة قرية ممتنة، أثار الخراب والدمار الهائل جراء استهداف القرية بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ والطيران الحربي، علما أن هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح حسب اتفاقية الأمم المتحدة. دمار هائل بممتلكات المدنيين، خلو القرية تماما من السكان، ذلك بعد القصف العنيف والممنهج والمركز على القرية. أثار الخراب وذلك بعد قصف القرية بالطيران الحربي. هذا أحد الصواريخ الذي تم إطلاقه من الطيران الحربي. الحمد لله والمنة لم ينفذ. ممتنة ريف القنيطرة. أثار الخراب والدمار جراء استهداف قرية ممتنة بالطيران الحربي. القنيطرة قرية ممتنة، أثار الخراب والدمار جراء استهداف القرية بالطيران الحربي. هذا
علما أن هذه المنطقة منطقة منزوعة السلاح حسب اتفاقية فصل الأمم المتحدة. دمار هائل استهدف ممتلكات المدنيين. آثار الخراب والدمار الذي عام كافة أرجاء منازل المدنيين. الرابط أسفل العنيف التواصل من كتيبة السقري واللواء 90 المسار. وذلك بعد قيام أبطالنا في الجيش الحر بتحرير القرية وتحرير سرية رسم الخوارد. خلو القرية تماما من سكانها بعد ازدياد وتيرة القصف بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ والقصف بالطيران الحربي، علما أن خرق واضح قام به الجيش السوري، خرق الاتفاقية في الأمم المتحدة لعدم تحليق الطيران الإسرائيلي فوق المناطق الحدودية بالعدوان الإسرائيلي. خلو القرية تماما من السكان بعد سياسة التدمير الممنهج على القرية.